مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة اللي بالتأكيد راح نضوي بها على جملة من النشاطات الثقافية والفنية، فإن شاء الله تكونوا ويانا. وبدايتنا راح تكون مع فنانة عراقية شابة. هذه الفنانة عملت الكثير وأنجزت الكثير، فمن الإنصاف أجد اليوم أن نقف عند مسيرتها ونتعرض لها بشيء من التفصيل. كونوا معنا. ليلة سمعني أحلى كلام والقلب ريب بالغرام، ليلة سمعني أحلى كلام والقلب ريب بالغرام، بعيون الحلوة ويقول لي فدوة، بعيون الحلوة ويقول لي فدوة، تاليها تطلع بس أحلام، تاليها تطلع بس أحلام. بين الحين والآخر تفاجئنا منصة المسرح العالمي بظهور فنان ذو صوت رخيم وملائكي، وهذا التعبير يتلائم مع شخص نوفا عماد بهجت اللي شفناها قبل، يعني شفناها هسه بهذه الأغنية. وهي فنانة أثرت بصوتها المسارح العالمية، يمكن الكثير من أدنى ما يعرف مسيرة هذه الفنانة وما حققتها، فإحنا اليوم في تراشي راح نضوي على مسيرتها، ومثل ما قلت هذا شيء من الإنصاف بحق هذه الفنانة العراقية. ومثل صوتها، يعني صوتها عرفنا أنه هي ابنة الفنانة سيتا هاكوبيان، اقتبست تعبير صوت العراق الدافئ من والدتها وتبنته كأسلوب لها، وبالتأكيد كان هناك إشراف من والدتها. بدأت نوفا باتقان ومحاكاة أصوات وأغاني مطربي العصر الذهبي أمثال عبد الحليم حافظ، فيروز، وطبعا أم كلثوم. عام 2002 بعد قدومها إلى كندا بدأت بتطوير أسلوبها الخاص واللي اعتمد على إدخال طابع الغناء العراقي واستخدامه أثناء تأديتها للأغاني. انضمت عام 2003 إلى فريق موسيقي من أوتاوا باسم جويس، وسجلت أغنيات معتمدة على جوي فيوجن، وسجلت أغنيات معتمدة على مزج موسيقى الجاز بالغناء العربي. وبعد انتقالها إلى تورنتو شرعت نوفا بتسجيل أغنياتها واتخذت أعلى المواقع في قائمة الأغاني وبثتها الإذاعات التجارية. وبهذا النجاح استطاعت أن تضمن لنفسها جمهورا متزايدا بمرور الأيام. عام 2008 وقعت نوفا عقد مع شركة عالمية حتى تقوم بإدارة أعمالها الفنية، وقدمت أغنية اللي هي ديزرت أو حلوى الصحراء، ودامجة أسلوب الهيب هوب، ومسجلة أول فيديو كليب لها، وتم عرضها على قنوات التلفزيون. بعد ذلك قامت بتسجيل أغنية ريميكس لأغنية ديفرنتي لفريق الغناء الفرنسي الأرجنتيني الأصل جوتان بروجكت، مثبتة لنفسها موقعا جديدا وسط الغناء الغربي. هناك جهود مشتركة قامت بها نوفا عماد مع المطرب نايلز توماس، وخلقت أغنية الحب الأبدي والذي تم تلخيصها وإصدارها من قبل شركة إسبانية. نوفا هي تتكلم بنفس الرقة والإحساس اللي تغني به، وراح يتأكد هذا من خلال هذا الاتصال بها. ألو نوفا. ألو، مرحبا تروقية. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير، وشعبنا بالعراق وبالغربة كلهم ان شاء الله بخير وصحة وسلامة. كأنه أنا أتكلم مع الفنانة سيتا هاكوبيان. نوفا، احنا فرحانين بهذا الانجاز، يعني اجد انه اليوم الانصاف انه نضوي على كل ما قمتي به. يعني انت هل البدايه كانت في كندا البدايه الفعليه لمسيرتك، ام كانت هناك، كان هناك يعني قمت باشياء ولكن ما حظيت بنفس الاهتمام مثل كندا؟ بصراحة بديت وأني طفلة بالعراق، والدتي دائما شجعتني أنا وأختي إنه نغني، نحاول بالبيت يعني نسوي تمارين صوت، بس ما أخذت مجرى جدي بهالموضوع إلى أن وصلت لكندا، خاصة بعد ما تعرفت بمجموعة من المقتربين الموجودين هنا الفنانين، وشفت شلون استعداد الجمهور الكندي لاستقبال أي شيء عربي، فحبيت أمزج يعني شوية من الإحساس أو الطابع العربي بصورة عامة والعراقي بصورة خاصة، ويا الشيء اللي يتقبله الشارع الكندي هنا والشارع الأوروبي، فصار شوية مزيج وبدأ بجوي فيوجن، وبعدين أخذ الطريقة الخاصة
بالأغاني الجديدة. طيب في البداية يعني هناك قدمت نفسك لشركات أو تعرفت على مطربين أجانب، هل غنيتي بلغتهم أم لا؟ يعني غنيتي عراقي وأعجب بصوتك، يعني حابة توقف عند هذه، هل يعني طرحتي نفسك كمطربة عراقية أم مطربة بلغتهم وبعدين دخلتي يعني الأغاني العراقية والعربية بهذا المزج عملتي؟ لا ابدا، انا من البدايه وضحت للكل انه انا راح اغني عربي، راح اغني باللهجه العراقيه.